كثف طرفي النزاع في اليمن للالتزام بوقف إطلاق النار الموقع عليه في السويد. وقال جريفيث في تغريدة له على تويتر إنه يتوقع من الطرفين الالتزام بروح اتفاق ستوكهولم والبدء في التطبيق الفوري لبنوده على حد تعبيره. وكانت الاشتباكات قد عادت لليوم الثالث على التوالي إلى مدينة الحديدة بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ ليلة الخميس الجمعة. على وقع اتفاق لم يجف حبره بعد، يعود التصعيد العسكري والميداني في بعض جبهات القتال، وتستمر معه كثافة الغارات الجوية. الحديدة جوهر ذلك الاتفاق ومنطلقه الأهم، شهدت عودة للتوتر والمواجهات في مناطق عدة منها، إذ تركز القصف المدفعي في مناطق 7 يوليو فيما اشتدت وتيرته في منطقتي الجاح والدريهمي. توتر توازت معه غارات جوية لطيران التحالف في مناطق العيسي والحسينية. التصعيد لم يقتصر على الحديدة بل شمل جبهات أخرى أبرزها مديرية حيران بمحافظة حجة التي سقط فيها قتلى وجرحى من طرفي الصراع خلال مواجهات عنيفة بينهما. الغارات كذلك امتدت لتشمل مناطق في محافظتي صعدة وذمار. هذه التطورات على الأرض تأتي رغم سريان مفترض لوقف النار إنفاذا لتفاهمات السويد وتمهيدا للمراحل التالية، ما يعني أن تطبيق مخرجات السويد يبدو محاطا بتحديات كبيرة. بناء على التصعيد الذي حصل مؤخرا في خصوصا في مدينة الحديدة وغيرها من غارات جوية وقصف مدفعي واشتباكات متقطعة، أعتقد بأن هذا التصعيد لن يخدم اتفاق السويد الذي تم قبل أيام، وبالتالي فإن استمرار هذا التصعيد يهدد بقوة اتفاق السويد وربما يشله كسابقيه من الاتفاقات. ومع ذلك فإن الآمال تبقى قائمة بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل نهائي في 18 من الشهر الجاري كموعد حددته الأمم المتحدة وفق رسالة تلقاها الحوثيون، مما قد يكون بداية حقيقية للتهدئة. بحسب الموعد الذي حدد من قبل الأمم المتحدة بأنه يوم 18 من الشهر الجاري سيتم إيقاف إطلاق النار، نأمل أن يكون هذا الموعد بداية جادة لإيقاف نهائي لإطلاق النار من غارات جوية واشتباكات والقصف بالصواريخ. حتى الآن لم يشعر اليمنيون ولو ببصيص أمل في تغيير ما قد يحسن من حال بلدهم ويخفف معاناة الملايين منهم، ولكن أملهم لم ينقطع رغم إدراكهم حالة اللاثقة السائدة بين الأطراف المتحاربة. خليل القاهري، التلفزيون العربي. ينضم إلينا من صنعاء السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين، ومن عدن المحلل السياسي السيد أسامة الشرمي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد فهمي، ما طبيعة الخروقات الأمنية واتهامات التحالف لكم بقصف مواقع القوات الحكومية في الحديدة وفي نهم قرب صنعاء؟ أولا مساء الخير لكم ولكل مشاهدي هذه القناة. الخروقات واضحة للعيان، يعني القصف الذي تعرضت له اليوم الحديدة ولا زالت حتى هذه اللحظات القصف القوي، إضافة للقصف بالمدفعيات إلى حتى مواقع سكنية طالت، سواء في 7 يوليو أو في حي 7 يوليو أو في دريهمي وغيره. لكن أستطيع القول أنهم هم يستغلون غياب هذا المراقب الدولي أو طاقم الرقابة الدولية التي من المفترض أن تكون حاضرة الآن لتشاهد، بحيث تتنصل عن التفاهمات التي تمت داخل السويد وبإجماع أو بإشراف أممي، على اعتبار أن هذه الاتفاقات هي توقف تجار الحروب أو تجار الدماء الذين يقفون اليوم مع دول العدوان. نعم، يعني أفهم من كلامك سيد فهمي أنه رغم كل هذه الخروقات فأنتم ماضون في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء أو الأربعاء كما فهم من وثيقة جريفيث، صحيح؟
نعم نعم، نحن الآن نطلع المجتمع الدولي ونطلع الهيئات الأممية على تلك على الخروقات القائمة من قبل دول التحالف وبجانبها الأجندات المساندة لها سواء القبلية أو الإرهابية التكفيرية التي تقوم بهذه الخروقات، ليطلع العالم من هل نحن تراجعنا عن هذا الاتفاق أم هم بدأوا بالتراجع من خلال الخروقات القائمة أو الاستمرار في عملية التصعيد العسكري بهذه المحافظة وبالعديد أيضا من الجبهات كما هو موجود في جبهة نهم التي تشهد كل يوم وخصوصا هذه اليومين تصعيد بشكل كبير وتعزيزات عسكرية تصل من طرف العدوان إلى هذه الجبهة وذات نهم أو الساحل الغربي، وكأنهم ينتظرون ساعة الصفر لاستثمار هذا الاتفاق بحيث نعم. أنتقل إلى سيد أسامة. سيد أسامة، يتسنى لهم السيطرة على هذه المحافظة. نعم سيد أسامة، سيد فهمي يتحدث عن خروقات يقوم بها التحالف والقوات الحكومية ويقول بأن هذه القوات تنتظر ساعة الصفر لاستكمال العدوان أو الهجوم على المناطق في الحديدة، وبالتالي هذا السؤال الآن، هل اتفاق وقف إطلاق النار مهدد بأن يتم عرقلته من قبل أي طرف سواء من الطرف الحوثي أو من قبل القوات الحكومية؟ أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين. طبعا وقف إطلاق النار لم يبدأ حتى هذه اللحظة بحسب تصريحات مسؤولين أو قياديين في حركة الحوثي الانقلابية، قرأنا هذه التصريحات في رويترز قبل ساعات من الآن، وبالتالي لا مجال للحديث عن خروقات طالما أن المعارك لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. لا يخفى على أحد بأنه بالفعل أن القوات المرابطة في كل الجبهات تنتظر ساعة الصفر للإجهاز على العدو المقاتل في الضفة الأخرى من الجبهات، خصوصا أن الاستعدادات كانت قد استكملت قبل مشاورات ستوكهولم بأيام لتحرير الحديدة والانطلاق نحو تعزو حتى في البيضاء وفي صعدة في مديرية باغم. وعلى هذا الأساس نحن ننتظر أن نسمع خطاب على الأقل من قبل المعنيين ببث هذا النوع من الخطاب، الموقعون على أو الموافقون على اتفاقية الحديدة التاريخية التي أبرمها المبعوث الأممي. لا يعقل أن نتكلم عن خروقات هنا وهناك ويظهر لنا قيادي في حركة الحوثية الانقلابية ويتحدث عن تصعيد، يعني ويتكلمون عن اتفاق الذي أبرم مع جانب الحكومة الشرعية وكأنه مجرد حبر على ورق وأنهم لا زالوا في كيل الاتهامات للأطراف الأخرى. نتمنى أن ينخرط الحوثيون في هذا الاتفاق بنية حقيقية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية، وهو السبب الحقيقي لتوقيع الحكومة الشرعية لاتفاق الحديدة بالرغم من التجهيزات الكبيرة التي جهزتها قوات الحكومة الشرعية والجيش الوطني لتطهير الحديدة مثلا من هذه الميليشيات. وعلى هذا الأساس لا نود أن نسمع هذا الخطاب الاستعدائي الكبير جدا في ظل ما يجب أن يكون هناك من لربما أجواء مناسبة لتنفيذ هذه الاتفاقات. نعم ردك سيد فهمي، وأسألك أيضا عن المحادثات التي جرت اليوم بخصوص تشكيل اللجان الاقتصادية والأمنية، هل من نتائج لهذه المحادثات؟ أعتقد لا زالت مخرجات المحادثات إلى الآن لم تخرج على السطح، يعني لا زالت حتى الاجتماعات متواصلة بين اللجان وتعد وتحضر، ربما ستكون شبه جاهزة خلال اليومين. لكن دعني أرد قليل على ضيفك الكريم من عدن، هو يتحدث ويقول الميليشيات الحوثية وكذا، لكن هو محسوب على الميليشيات الإرهابية إذا كانت يحسب الحوثيين ميليشيات. لا ينسى بأن المعسكرات من داعش والقاعدة ما فيهم من عدة دول هم اليوم يقاتلون في صف العدوان، وبالتالي هو يعتب عن المجتمع الدولي عن تورط دول العدوان وبالذات السعودية وحزب الإصلاح تحديدا. يا سيد فهمي، إلى أي حد هذا الخطاب سواء من قبلكم أو من قبل الطرف الآخر سيساهم في حل المشكلة وتنفيذ هذا الاتفاق؟ لأن عم توجهوا اتهامات لبعضكم البعض بأنكم ميليشيات وبأنه في طرف محسوب على قوى خارجية أو إقليمية. الخطاب ما الفائدة من ذلك؟
هل سيحدث ذلك أي نتيجة؟ نحن حتى من يا عزيزتي عندما نكشف الإرهاب الآن أصبح مكافحته دوليا، وبالتالي نحن نسلط الأضواء من خلال النوافذ الإعلامية على مثل هذه المعسكرات المتواجدة في اليمن، وبالتالي أي تعتيم أو كيل الاتهامات للطرف الثاني بأنه ميليشيات وكذا هو يخفي الجرائم وتورط مثل هذه الأطراف ما فيها حزب الإصلاح والوزراء، بعض الوزراء الذين كانوا بحكومة الوفاق ما فيهم عبد القادر القحطان الذي استقدم مجاميع إرهابية، واليوم يأتي ضيفك الكريم ليقول ميليشيات. أعتقد حتى بهذا هذا هو جزء من نقض الاتفاق على ما تم التشاور عليه في دولة السويد. وبالتالي أنا أعتبر حتى إلى الآن من أجل أن تتضح الصورة أن الإنقلابي هو عبد رب منصور، هو اغتصب السلطة من 2011 بعد أن حددت عامين بما فيها المبادرة الخليجية تعتبر غير شرعية منتهية، هم يعملون الآن بصف لا شرعية وليس شرعية. نعم سيد أسامة، من له مصلحة في عرقلة تنفيذ الاتفاق؟ ضد قوى الفساد ومراكز. نعم الجانب الحوثي يرى بأن الرئيس هادي ليس له مصلحة في استكمال هذا الاتفاق، بالنسبة لكم من له مصلحة في عرقلة هذا الاتفاق؟ أعتقد بأن عندما نتحدث عن حكومة شرعية في مواجهة مجاميع مسلحة فنحن نتحدث هنا عن دولة في مواجهة ميليشيات، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان، وبالتالي نحن لا نطلق الاتهامات جسافا، وأنا أتمنى من الزميل أن يناقش ما أطرحه من أفكار وأن لا يتدخل في الجوانب الشخصية، وهذا أمر لا ينم عن لربما حصافة في التعاطي مع الجمهور على الأقل. وعلى هذا الأساس نقول اليوم عندما يتم الحديث عن بهذا الشكل وإطلاق الأفكار في الهواء عشوائيا، الرئيس هادي انقلابي وعبد الملك الحوثي شرعية، ما ينفعش هذا الكلام. نحن نخاطب مشاهد واعي وبالتحديد في التلفزيون العربي، وعلى هذا الأساس عندما نتكلم اليوم عن إجراءات حقيقية لتنفيذ اتفاقات للمبادرة الخليجية لتتضح الصورة، تخفيف الخطاب يا عزيزي يا عزيزي أنا ما قاطعتك، يجب تخفيف الخطاب بما يتواءم مع المرحلة التي هي يجب أن تكون مرحلة إقبال نحو السلام والانحياز للدواعي الإنسانية في اليمن. إطلاق الاتهامات جسافا والمشارعة والهنجمة ليست بالأسلوب المناسب لهذه المرحلة، خصوصا من طرف موقع على الاتفاقيات داخل السويد. وعلى هذا الأساس أنا أتمنى عند الانخراط في عملية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث والتي من ضمنها المبادرة الخليجية و قرارات مجلس الأمن وأهم 22/16 أن نوصف الأطراف ونضع المصطلحات في مكانها الحقيقي. هنالك حكومة شرعية لا يجب أن يتدخل في عملها أي طرف كان، وهنالك انقلاب حصل داخل طيب، ولكن يعني ما زلنا صنعاء وتسيطر على هذه العاصمة حول بعض التوصيفات وبعض المصطلحات، ولكن لم ندخل إلى جوهر الموضوع. سألت ليس خلافا المسألة. نعم لكن سيد فهمي عندما سألته عن تشكيل اللجان الاقتصادية والأمنية قال بأنه هذا من المبكر الحديث عنه عن مخرجات هذه المحادثات، ولكن في صلب تنفيذ اتفاق السويد عندما نتحدث عن طبيعة السلطات المحلية التي ستتولى الإشراف على مدينة الحديدة بإشراف دولي، من هي هذه السلطات؟ لماذا لم يتم تحديدها حتى الآن؟ سيد فهمي أسأله. لا هي سأعود إليك سيد أسامة. السلطات هي الإدارات المحلية السلطات المحلية التي تدير المحافظة من الماضي للحاضر، هي موجودة فقط تأتي لتفعل يعني السلطة الأمنية، هي سلطة منذ الماضي قائمة، وأيضا السلطة الإدارية سواء التربية والتعليم أو الجهاز الرقابة أو غيره ستعمل بشكل أوتوماتيكي، هي ذاتها لم تتغير، وبالتالي نحن فقط ضد أي استقدام وأي تصعيد، ضد أي استقدام وضد أي قصف استمرارية للقصف قائم من قبل دول العدوان ومن قبل أيضا مراكز القوى الإفسادية التي سلخت البلد 40 عام، الإفسادية والإرهابية بما فيها حزب الإصلاح. إذن الإدارات المحلية الموجودة هي التي ستتولى عملية الإشراف على الحديدة. سؤالي إليك سيد أسامة بخصوص قدرة الأمم المتحدة
على تنفيذ هذا الاتفاق ووقف الخروقات؟ أنت قلت أنه لا يمكن الحديث عن خروقات لأنه أساسا وقف إطلاق النار لم يحصل بعد. هل وجود مراقبين دوليين سيحد من هذه الخروقات أو يعمل على وقف إطلاق النار بشكل جدي هذه المرة؟ أولا يجب أن نرد على بعض المقالطات التي يحاول الزميل تبريرها. السلطات المحلية التي ستقوم بالإشراف على مدينة الحديدة تم تحديدها واضحا وليس ماضيا وحاضرا، لا، هي تلك السلطات الموجودة قبل 2014، بمعنى أنها تلك السلطات الشرعية التي كانت قائمة قبل الانقلاب، وعلى هذا الأساس ستعمل مع الأمم المتحدة على إدارة المدينة وإدارة الميناء ما قبل 2014، وحتى فيما يتعلق بخفر السواحل. مدى قدرة المؤسسات الأممية على تنفيذ هذا الاتفاق لربما يعني، وهذا المستجد أن جماعات الحوثي رفضت أن تسلم مدينة الحديدة وميناء الحديدة للحكومة الشرعية ولأي طرف يمني، وأرادت أن تستقلب القبعات الزرق إلى داخل اليمن لكي تدير هي العملية داخل المدينة وتدير الانسحابات وتضع خطوط التماس الأخيرة أو خطوط العسكرية لكلا الجبهتين. وعلى هذا الأساس ستحضر الأمم المتحدة من خلال قوة عسكرية لتشرف على تنفيذ هذا القرار. هذا القرار، وهذه المرة لن يكون لدى جماعة الحوثي مجال للمغالطات كما حصل منذ العام 2014. هنالك قوة أممية ستحضر في الميدان، ستكون مدعومة بإرادة دولية وإجماع دولي كبير. جماعة الحوثي لن تستطيع لربما التملص من تنفيذ الاتفاقيات كون القوة ستكون مدعومة على الأرض. شكرا جزيلا لك. من صنعاء سيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الحوثيين، وأيضا الشكر إلى السيد أسامة الشرمي المحلل السياسي من عدن.